هذا وقد أكدت قبيلة آل الشعيل تجديد الولاء والوفاء لمقام جلالة الملك المفدى ضد كل المحاولات البائسة التي تتبناها قطر لاستهداف أمن واستقرار المملكة الغالية. كما أكدت قبيلة آل الشعيل استنكارها للكذب والافتراءات التي بثتها قطر عبر قناتها الخبيثة الجزيرة، مؤكدين أن أبناء البحرين بجميع طوائفهم ملتفين حول جلالة الملك المفدى حفظه الله.